فرهد لواء احرار الجبل الوسطاني بعد الانتصار اللي حققه في تحرير حاجز الظاهر في تاريخ 6/10/2012. وهم افراد الجيش الحر لواء احرار الجبل الوسطاني بقياده المقدم احمد ابراهيم العلي. وهذا احد المدافع الذي من احد المدافع من الغنائم التي كبدوها لعصابات الاسديه. الله اكبر الله اكبر. وهذه طرحة النصر بإذن الله قادمون إن شاء الله. الله أكبر.